متتبعي قناة فاس برايس، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كازا سيتي. في هذه الحلقة دي نستضيف كنزة الشريبي رئيسة مقاطعة سيدي بليوط. بالمناسبة باش نهضروا شوية على الجدل القائم داخل هذه المقاطعة هذه، وأيضا على المشاريع المستقبلية اللي غادي تعرفها مقاطعة سيدي بليوط. وبدون شك ما غاديش نسالي الحلقة بلا نهضروا على المشروع المحج الملكي وأيضا المدينة القديمة. أستاذة كنزة مرحبا بك. مرحبا، شكرا على الاستضافة. أستاذة كنزة، مقاطعة سيدي بليوط كانت يعني في نظام المجموعة الحضرية سابقا إحدى الجماعات اللي كانت فيها البحبوحة المالية، وكانت يعني كلشي كانت غير من جماعة سيدي بليوط. ولكن في 2023 تحولت الرؤية وأصبحت مقاطعة سيدي بليوط هي مقاطعة فيها الصخب وفيها الجدل ما بين الرئيس وما بين مجموعة من المنتخبين. علاش وقعت الشيء هذا؟ صراحة ما نقدرش نجاوبك على هذا السؤال. علاش السبب ما عرفتش علاش. إذن حنا كنا جينا نخدموا الساكنة، كنا جينا نخدموا المصلحة العامة ديال الساكنة ديال سيدي بليوط والبيضاويين بشكل عام. كيف ما قلتوا في التقديم ديالكم أن مقاطعة سيدي بليوط مقاطعة مهمة بزاف، كانت جماعة كبيرة سابقا وبقي مقاطعة كبيرة حاليا بالأهمية اللي عندها في جميع القطاعات، لا الاقتصادي ولا الاجتماعي ولا السياحي. احنا عندنا الحمد لله مجموعة من المرافق مهمة، كمثلا الميناء ديال الدار البيضاء، كجامع حسن الثاني، كهو معلمة كبيرة بزاف ومعروفة على الصعيد العالمي، مجموعة من الشوارع والمعلمات التاريخية اللي عندنا من تأسيس، من نهار اللي بنت الدار البيضاء ومن نهار اللي بدات الدار البيضاء. هذا هو الحال اللي عليه مقاطعة سيدي بليوط. ولات مقاطعة سيدي بليوط يعني مركز تاع الاهتمام، خاصة مع ذاك يعني بغيتي تقول انتفاضة ما بين مزدوجتين تاع شي منتخبين ديال المقاطعة مشوا هزوا لافتات في دورات مجلس مدينة الدار البيضاء خلال الدورة العادية اللي تعقدات يوم 5 أكتوبر 2023. هاد المستشارين وهاد الأعضاء واش ما كاينش حوار ما بينك وبين الناس هادو ولا المستشارين والأعضاء؟ اللي غادي نقدر نقول لك أسيدي هو أنهم الله يهديهم، حيت هذا يعني ما عنده حتى شي اثار الا سلبي على السمعه ديال التدبير للشان المحلي. ما غاديش نقول حنايا، انا كشخص كنزة الشريبي انا كنمثل مؤسسه، يعني انا في رئيس مقاطعه هو مؤسسه دستوريه، مؤسسه كيأطرها القانون. ملي غادي نهز لافته غادي نهز لافته ضد مؤسسه في وسط مؤسسة، يعني هادشي صراحة غير مفهوم. وأنا هاد الجدل ما بقيتش بغيت ندخل فيه، لأن هادشي كيمنعني أنني نزيد القدام، كيمنعني أنني نشوف القدام. كاين مجموعة من المصالح خاصنا نقضيوها يوميا في المقاطعة، وكاين مجموعة من المشاريع حتى هي اللي خاصنا حتى هي نكبوا عليها. ما بقاش الوقت بزاف، باقي تقريبا 3 سنين. إذا هاد 3 سنين هادي 3 سنين ونص يلا غادي نقدروا نديروا فيها مشروع ولا جوج. المتطلبات ديال الساكنة كبيرة بزاف، ودابا حنا منكبين على مجموعه ديال المشاريع وكنفكروا في مشاريع اخرى الحمد لله. البعض تاع المنتخب اللي هزوا لافتات يعني تنتموا للحزب الاستقلال اللي هو داخل في التحالف معاكم، هادشي اللي خلى في داخل دوره تاع المجلس تيطرحوا الناس اسئله حول التماسك تاع التحالف. يعني التحالف تيقول لك كيكون كان قوي داخل مجلس المدينه خصو اصلا يكون قوي داخل المقاطعات. تماما، احنا مجموعه من الاحساب كان ندخلوا في واحد التحالف حزبي اللي كان موضوع على المستوى الحكومي وعلى مستوى الجماعات والجماعات المحليه. التحالف باقي كاين، التنسيق مع القيادات باقي كاين. اذا المنسقين الجهويين كلهم والامناء الجهويين كانوا دخلوا باش يوضعوا حد لهاد الصراعات، كانوا مشكورين. اذا مشكورين، قاموا بواحد العمل جبار وقاموا بواحد العمل مهم، انا كنشكرهم عليهم، وعلى راسهم السيده رئيسه مجلس المدينه اللي حتى هي قامت واحد العمل مهم في هذا النطاق. ولكن للاسف
ما قدرناش اذا نوضعوا هذا التحالف على ارض الواقع وما قدرناش نلتزموا بهذا. هما اللي ما قدروش وانت اللي ما قدرتيش تلتزم. هما اللي ما قدروش. انا الحمد لله انا الالتزامات ديالي كلها وفيت بها بما فيها يعني هما كانوا طلبوا شي تفويضات اخرى من غير التفويضات اللي كنت انا عاطيه في السنه الاولى واللي كان لسوء الحظ حتى شي نائب من غير واحد استثناءات جوج ديال الاستثناءات ديال النواب ديالي اللي كانوا قاموا بالعمل ديالهم كما على 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 احسن وجه، ولكن باقي النواب ما قاموا بتا شي حاجه الى حد الان. اذا كانت المرحله الاولى اللي كنا هضرنا فيها على مجموعه من التفويضات، عاوتاني جلسنا مع المنسقين الجهويين امناء الجهويين ديال احزاب التحالف واتفقنا على تفويضات اخرى والتزمت بها وعطيتها للنواب، ومازال لحد الان المكاتب يعني خاويه. الباب ديالك مفتوح بالنسبه لهذا المنتخب، حيث هما تيقولوا بانك الباب مغلق وما كاينش الحوار وما كاينش. لا بالعكس 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 بالعكس، الباب مفتوح وعندي محاضر تثبت ذلك، ونيت قبل ما نهضروا قبل ما نديروا الدوره اجتمعنا ثلاث مرات في وقت وجيز جدا، يعني في ظرف واحد ماشي تا اسبوع اجتمعنا ثلاث مرات واتفقنا. إذن هذه الميزانية هذه اللي كان عليها، إذن اللي كانت هي نقطة في جدول الأعمال، نقطة فريدة في جدول الأعمال، ميزانية الشعب، ميزانية المواطن، ماشي ميزانية ديالي أنا. إذن إذا رفضتيها راك رفضتي رفضتي أنك تصوت على ميزانية ديال المواطن، أنت ضد المواطن ماشي ضدي أنا. أنا راه حتى أنا راني كنمثل المواطن بحالي بحالهم، أنا غير رئيسة المجلس، يعني كلنا منتخبين. منين كنرفضوا واحد الميزانيه راه ما كنرفض، راه ماشي ضدي انا، راه ضد المواطن بالدرجه الاولى. اذا كيف ما قلت لكم هذا مؤسف جدا، وهذا الشيء ما كيدير حتى شي واحد من غير المواطن. يعني الا درنا على المواطن نهضروا على المدينه القديمه، يعني المدينه القديمه كانت واحد المشروع اللي هو مشروع ملكي كبير ويعني استثمارات ضخمه، ولكن رغم ذلك تنشوف ما كاينش واحد يعني المشروع ما مشاش في الاطار ديالو الصحيح. علاش بالنسبه لك انت تاهيت على المدينه القديمه؟ صراحه المشروع مشى في الاطار ديالو الصحيح، كاين برامج مهمه، كاين برامج الاول والثاني والثالث اللي دارت من طرف الوكاله الحضريه، السيد العامل ديال الوكاله الحضريه مشكور على هذه المجهودات الكبيره اللي دار في المدينه القديمه، بزاف الحوايج دارت. المشكل هو ماشي مشكل ديال مؤسسه واحده، مشكل ديال المنظومه، يعني ان مجموعه من المؤسسات داخلين في هاد اعاده التاهيل، من بينها الجماعه، من بينها المقاطعه، من بينها. اذا كلنا خاصنا نتحملوا المسؤوليه ديالنا في الانجاز ديال هاد البرامج هذه وديال اعاده تاهيل المدينه القديمه. مازال برامج اخرى جايه، مازال. فين كاين المشكل؟ فين كاين المشكل؟ خاصه سمحتي لي استاذه، وقع واحد التراخي في هذاك الشطر الثالث اللي بغيتي تقولي. المشكل اجتماعي. المشكل اجتماعي، ماشي مشكل مؤسساتي او لا مشكل كيدخل في اطار يعني التمويل او لا الموارد. لا، هذا المشكل هذا اجتماعي، خاصنا اولا نوقفوا على المشاكل الاجتماعيه اللي كيتخبطوا فيها سكان ديال المدينه القديمه، من بينها هذا الترحيل، الشروط ديالو، كيفاش يمكن لنا حنا نواكبوا كل واحد، حيت كل ساكن، كل مواطن او لا كل واحد ساكن في المدينه القديمه عنده حاله خاصه ديالو كتخصه، ما نقدروش نعموا هذوك الشروط وهذوك المسائل على الجميع. عندنا التجار، والتجار حتى هما في حد ذاتهم عندهم واحد الخصوصيات. الناس اللي كيتاجروا في الذهب مثلا ماشي هما اللي كيتاجروا في الملابس التقليديه، ماشي اللي كيتاجروا في المواد الغذائيه، يعني كل حاله عندها خصوصيات ديالها. ودابا حاليا فتحنا النقاش وفتحنا الحوار مع مجموعه من المرتفقين اللي كاينين في المدينه القديمه باش نوقفوا على المشاكل ديالهم الخاصه. اذا دابا اجتمعت مع التجار، مع مجموعه ديال الجمعيات، غادي نجتمعوا مع السكان باش نشوفوا كل واحد اشنا هو المشكل ديالو. كاين اللي ما قدرش يعطي داك الشطر الثاني حيت كان كيتعاونوا مع اذا مع الوكاله الحضريه اللي كتعطي واحد القدر المبلغ معين، وهما خاصهم يجيبوا واحد المبلغ اخر. دابا حنا كنترافعوا باش نتعاملوا مع الساكنه ديال المدينه القديمه داخل السور بحال الساكنه ديال المدينه القديمه خارج السور، يعني يستافدوا من هذيك المساعده الماليه ويترحلوا. اذا بلا ما نخضعوا لذاك
كاين واحد القرعه وخاصو هو يجيب واحد الشطر ديالو واحد المبلغ من جهته. ماشي يتم الاعفاء ديالهم ولا شنو من الشطر؟ ماشي يتم الاعفاء، تعطيوهم المبلغ ديالهم اللي حنا نقدروا، يعني حنا كمؤسسات يعني عموميه، انا كنهضر على ماشي حنا كمقاطعه، كدوله كتعطي واحد المساعده ماليه تعطيها بلا هذاك، بلا ما يعطيه هو المساعده ديالو، هو بلا ما يشارك باش يشري هذاك الشقه ويمشي فين ما بغى. كيف ما كنتعاملوا مع الساكنه ديال المحاج الملكي، الساكنه ديال المحاج الملكي عندنا معها شحال تقريبا تعقرات على الهدم اللي انت من جيتي هذه عامين سيني سعلا، وشنو هما الاحياء اللي معنيه اكثر؟ القرارات ديال الهدم كاينه كتخص بالشكل الاول، بالشكل يعني الناس اللي كاينين داخل السور، كاين مجموعه من المباني آيلة للسقوط. فين كاينه بالضبط؟ فين كاينه؟ كاينه في العموم في جميع يعني التراب اللي كاين داخل السور، هذيك المنطقه اللي كاينه داخل السور في المدينه القديمه كاين مجموعه من المباني، هذيك المباني ما خضعاتش للترميم وقديمه بزاف وبدات آيلة للسقوط ودابا مع الزلزال. كاين واحد العمليه كنقوموا بها باش نتفاداو يعني مصائب اخرى اللي ممكن لها تجي وكتشكل خطور على المارة، كتشكل خطور على السكان المجاورين ديال هاد البنايات. اذا هاد القرارات ديال الهدم كنصدروها حنا كمقاطعه بناء على خبرات تقنيه. شحال تقريبا من القرار اللي دابا كاينه؟ بزاف كاينه، تقريبا كاينه مئات، كاينه واحد 800 قرار دابا اللي صدرنا. المدينه القادمه في الدار البيضاء ما قدرتش يعني تشكل واحد، اذا اخذنا مثلا مقارنه مع مدينه مراكش، مدينه فاس، مدينه يعني غير سهله ولا غير الرباط، يعني المدينه القادمه تجيب السياح، هنا تنجبدوا المدينه القادمه غير فاش تطيح الديور في الشتاء وفي الخريف. يعني علاش ما قدرش تكون قاطره باش نجلبوا السياح المدينه الداخل؟ لا هي دابا كتجلب السياح، كاينين السياح كاينين، ولكن كاين خصنا واحد العنايه خاصه. الدار البيضاء هي حاله خاصه، ما نقدروش نقارنوها مع المدن الاخرى. علاش؟ حيت الحجم ديالها، الحجم ديال المتطلبات ديالها كبيره بزاف. يعني حنا مدينه الدار البيضاء عندها نظام المقاطعات، ولكن ما يمكن نقدروش نقارنوها مع مدينه مراكش اللي عندها 5 المقاطعات. حنا مقاطعه واحده قد مدينة مراكش. نعم. إذا ما نقدروش، ما كاينش مجال للمقارنة. المدينة القديمة ديال الدار البيضاء نفس الشيء. المدينة القديمة ديال الدار البيضاء فيها واحد الكثافة ديال السكان كبيرة بزاف. ملي حنا كنهضروا على 10,000 مثلا في واحد المدينة القديمة كاينة في مدن من المدن، حنا عندنا 60,000 100,000 100,000 مرتفق. ما يمكن ليناش 60,000، يمكن غير في الإحصاء. اما الا جيتي تحسب وتشوف الزوار بحجم الزوار وحجم الناس اللي كيجيو يباتوا ويمشيوا وهادشي، راه نقدروا نوصلوا ل 100,000. اذا راه الكثافه ديال المدينه القديمه كبيره بزاف، وعندنا واحد يعني كيفاش غنفسر لك، كاين دخول وخروج في هذه المدينه القديمه، كاين واحد الديناميه في المدينه القديمه، كاين حركيه داخل حركيه بزاف، الناس كتدخل وكتخرج. وعندنا دابا الحمد لله عندنا مرتفقين جدد اللي هما الافارقه من الصحراء. اذا هاد الناس كلهم كيمثلوا دابا واحد ساكنه جديده خاصنا نتعاملوا معاها. اذا هاد الشيء كله ما يمكن لناش ناخذوا فيه مقارنه وخاصنا نتاقلموا معاه. وانا كرئيسه مقاطعه بمساعده السيد عامل مقاطعه انفا وبمساعده السيد العامل ديال الوكاله الحضاريه كنوقفوا على هاد المشاكل بالخصوصيات ديالو. اذا كل مجموعه غادي نحاولوا نجلسوا معها على حده ونوقفوا على المشاكل ديالها حتى نتغلبوا عليها ان شاء الله. حيت شويه الاراده وشويه ديال العمل، الحمد لله دابا راه تقريبا من نهار اللي بدينا هذه الولايه كنجتمعوا مع السيد العامل والسيد العامل ديال الوكاله الحضاريه تقريبا مره في الاسبوع حول المدينه القديمه. مره في الاسبوع. وبالنسبه للمحج الملكي، مشروع قديم يعني من 89 تعاقبوا على مقاطعه سيدي بليوط وعلى مجلس مدينه الدار البيضاء وعلى الدار البيضاء ولات وعمال كثر، ولكن المحج الملكي باقي كما هو. حتى هو غادي نعطيك نفس الملاحظات، كاينه حركيه كبيره، كاين الناس اللي كيستافدوا، كاين الناس اللي كيرجعوا، مشاكل اجتماعيه. البعض تيهضر كاع تيقول بان المشروع المحج الملكي ما بقاش. بالعكس. لا باقي كاين،
بالعكس بالعكس، حنا دابا كنحاولوا نديروا المجهودات ديالنا الكامله باش نقدروا نتغلبوا على هذه المشاكل اللي هي انا بالاخص انا نقول لك مشاكل اجتماعيه. حيت ملي كتوقف عند 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 المواطن اللي ساكن في واحد المنزل ايل سقوط او لا خاضع لواحد المشروع وكتقول ليه راه خاصك تمشي وما عندوش فين يمشي، شنو غادي دير؟ ما عندكش كيدير. يعني كاين واحد كيف ما قلت انا واحد المره في الاجتماع مع مع مجموعه من التجار، لا مور ايكونوميك يعني الوفاه الاقتصاديه او الاجتماعيه راها يمكن اكبر واهم من الوفاه العاديه ديال الروح. ملي كيموت الواحد راه كيموت كيمشي عند الله، ولكن ملي كنموت انا اقتصاديا راه غير بلا صافي بلا ما نبقى، غير علاش غادي نبقى؟ اذا حنا حتى حنا كنحاولوا ما امكن اننا ناخذوا بعين الاعتبار هذه المشاكل الاجتماعيه اللي كيعيشوها المواطنين واللي كيعيشوها الساكنه. تشوف بان المقاربه خصها تختلف باش نحلوا هذا المشكل تاع يعني المقاربه اللي كانت في التسعينات وبدايه الالفينات خصها الان نعودوا فيها النظر باش نحلوا هذا المشكل هذا، لان هو مسعار على مدينه الدار. هذا هو هذا هو الهدف ديالي انا كرئيسه مقاطعه، خديت على العتق ديالي وخديت هذه المسؤوليه باش نبدل المقاربه. يعني هنا كاين قوانين، كاين قانون مؤطر، كاين مراسيم، كاين مجموعه ديال القرارات كيتخذوا على مستويات كبيره. حنا عندنا مقاربه تشاركيه وعندنا واحد المسؤوليه ديال سياسه القرب. يعني كيفاش كتجلى هذه سياسه القرب؟ نجلس مع المواطن مباشره، نستقبلوا، نشوف شنو هما المشاكل ديالو، اشنو هما المتطلبات ديالو. بعض المرات كتكون شي حاجه بسيطه اللي ما كيقدرش يتغلب عليها، ولكن حنا بالمساعده ديالنا الله يجيبنا في الصواب. انا ما غاديش نقول بان غادي نوصل لواحد لهذا الهدف ديالي، ولكن غادي ندير المجهودات ديالي الكامله باش نوصلوا على الاقل الا حيدنا غير 20 30% في هذه الولايه راه نقدروا نبقاو غاديين مواكبين مع السكان. ولكن خاصنا نديروا مجهود وخاصنا نجلسوا وخاصنا نعطيو الوقت ديالنا ونفهموا. كل نهار كيجيو عندي الناس مواطنين اللي كيعانيوا من هذه المشاكل اللي عند المدينه القديمه وفي احياء اخرى، وبشويه ديال الاستماع وبشويه ديال المساعده راه كنتغلبوا على المشاكل. خاص الساكنه تصبر معنا، خاص الساكنه تصبر معنا. بالاضافه الى العمده الرميلي كنزه الشريبي هي تتراس اهم كما قلتي واحده من اهم المقاطعات تاع مدينه الدار البيضاء. يعني ما تجيش واحد اللحظات بالنسبه لكنزه الشريبي تقول مالي على السوق اللي دخلت ليه؟ مع راسي وما كنقدرش نقولها. مع راسي ما كنقدرش نقولها. علاش؟ حيت مسؤوليه. راه مسؤوليه بحال كان كأم عندي 4 الأطفال، انا مسؤوله على الساكنه ديال سيدي بليوطو على البيضاويين، مسؤوليه كبيره. دخلت لهذه المسؤوليه وكنت انا واعيه بهذه المسؤوليه، اذا خاصني نقوم بها الى على احسن وجه الى النهايه. ما يمكن لياش نتراجع. واخا كاين الاكراهات، واخا كاين بعض الناس اللي كيحاربوني وكما كنقولوا اعداء النجاح كاينين موجودين، ولكن هذا الشيء ما خاصوش يجعلنا اننا يكون عندنا واحد الاحباط، وخاصنا نبقاو غاديين لقدام. والحمد لله انا راه ماشي بوحدي، كاين ناس اخرين معايا، راه ماشي الاعضاء كلهم، راه غير واحد الفئه صغيره، راه ماشي كل شيء. الاعضاء الاخرين بالعكس بالعكس مستعديني وغادي، وحنا كمسؤولين تشجعنا اكثر بتنظيم هاد التظاهرات ديال كرة القدم ديال كأس افريقيا وكأس العالم. هذا بالعكس كيشجعنا اكثر اننا نزيدوا القدام، وكيشجعنا اكثر اننا نمشيوا القدام. كاين مشاريع كبيرة، كاين مشاريع. واش تلقاي شي دعم من طرف العمدة يعني؟ ضروري ضروري بالعكس بالعكس. لا الحمد لله من طرف العمدة هي يعني الاتصال ديالي معها مباشر من غير ندوة الرؤساء ومن غير الاجتماعات الرسمية اللي كتكون كدورات العاديه ديال مجلس المدينه او غير. حنا راه انا عضوه في مجلس المدينه وعضوه في مجلس العماله وعضوه في مؤسسه التعاون وكنترأس مجموعه من اللجان. اذا هادشي كله كيجعلنا اننا كنبقاو على اتصال دائم. ما نساوش الدور الكبير اللي كيقوم به السيد العامل ديال مقاطعه انفا، لانه كيغير بزاف على المنطقه وكيخدم بواحد الطريقه مستمره وبدون انقطاع. يعني غادي نعيط ليه دابا قدامكم غادي يجاوبني في التليفون، يعني باش تعرفوا بان راه كاين مجهود كبير. حنا كمنتخبين عندنا دور كبير، حنا
حصة الأسد في المسؤولية. حصة الأسد علاش؟ حيت حنا اللي قراب للسكان، وحنا اللي كنفهموا السكان، وحنا اللي كنعرفوا، وحنا الصوت ديالهم مسموع في هذه المؤسسات. إذا إلا كنا حنا كنستمعوا لهم وكنشوفوا المشاكل ديالهم، كنوصلوا لي ميساج للمسؤولين اخرين، مؤسسات اخرى اللي غادي حتى هي تمشي معنا في هذاك الاتجاه. في ختام الحلقه معك استاذه كنزه الشريبي، اشني الرساله اللي تبغي توجه للمنتخبين اللي غاضبين داخل مقاطعه سيدي بليوط؟ الرساله الوحيده هما انهم يجيو يشتغلوا، عندهم مسؤوليه. هاد السنتين بغينا الى بغينا نشوفوا الحصيله ديالي انا كرئيسه، او الحصيله ديال المقاطعه كمؤسسه، ونقارنوها بالحصيله ديال الناس اللي كيغوتوا على برا، ونشوفوا شكون اللي دار وشكون اللي ما دارش. راه كل شيء خاصو يدير، راه ماشي غير انا بوحدي. عندنا الخدمه، كاينه الخدمه بزاف، ومحتاجه المساعده. وكل حي خاصو يكون فيه منتخب كيمثل هذيك الساكنه، كل حي. وانطلاقا من الاجتماعات اللي كنديروا، انطلاقا من مجموعه من اللقاءات اللي كنديروا، حتى هما كيوصلوا الصوت ديال الساكنه للمؤسسه اللي كتشتغل على المصالح ديالهم. اذا هذا هو الرساله. اذا الاشتغال والجديه خاصنا، راه قلتها بزاف المرات، امتثالا بالتوجيهات ديال صاحب الجلاله الله ينصرو في الخطاب ديال عيد العرش الاخير اللي كان دار، تكلم على الجديه شي 17 مره. اذا انا كنقول بان ما كاينش واحد السبب علاش غادي نهضروا وغادي نقولوا هذا اللفظ بالضبط. صاحب الجلاله عاود هذا اللفظ 17 مره في خطاب دام 8 دقائق او 9 دقائق. اذا الا كاينه شي جديه، راه هي دابا، وراه هي دابا. خليو هاد المسائل يعني اللي كنتخبطوا فيها، اللي ما عندها حتى شي اثار، وما عندها حتى شي اساس، وما عندها حتى شي مصلحه، ونبداو في الجديه ونبداو في العمل. استاذه كنزه، شكرا جزيلا على قبول الدعوه. شكرا على الاستضافه ديالك. متتبعي قناه انفاس بريس، الى اللقاء في حلقه جديده من برنامج كازا سيتي.